انتم كتشوفوا ان كانت الدعوه للناس اللي هما مكلفين بالفنادق، وهذا الشيء كله كاستعداد للاستقبال ديال المغاربه اللي غادي يجيو ان شاء الله يلتحقوا بالبلاد ديالهم باش يدوزوا العطله الصيفيه او يدوزوا العيد مع العائلات ديالهم. فهذا هذه اجتماع لاخذ جميع التدابير والاحتياطات باش نوفروا شروط ديال السلامه الصحيه حتى العوده ديالهم والعطله الصيفيه ولا العطله اللي غادي يدوزوا هنا يدوزوها على احسن في احسن الظروف، لا ما يوقع لنا ان شاء الله لا مشاكل لا والو. انتم كتعرفوا الحاله الوبائيه على المستوى العالمي كاين واحد التطور في المستوى العالمي، لان كاين واحد سرعه انتشار ديال هذا الفيروس رغم ان الشراسه ديالو راه هي نقصات على المستوى الدولي، ولكن كتبقى الحاله الوبائيه ديالنا في البلاد ديالنا الحمد لله مستقره نظرا لبعض المؤشرات اللي كتعلق بعدد الوفيات المتقلصه والحالات الحرجه اللي هي جد ضئيله، والحالات اللي هي مصابه اليوم بحامله الفيروس ما نقولوش مريضه لانه تقريبا 99% هي بدون اعراض. فبالتالي لازم نتخذوا جميع التدابير باش الامور تمشي على احسن ما يرام، والعطله ديالهم يدوزوها ان شاء الله باذن الله على احسن ما يرام كذلك، ونكونوا توفقنا في هذه العمليه ان شاء الله. هذا الشيء هذا على غرار ذاك العمليه اللي كنا درنا بالنسبه للتلاميذ ديالنا والابناء ديالنا اللي كانوا يدوزوا البكالوريا، هذا كذلك من التظاهرات اللي كنشرت لها ان العوده ديال المغاربه هي خصها تعرف واحد نفس المواكبه، وهذا الشيء علاش حنا موجودين اليوم هنايا ان شاء الله. انا لازم نشكركم علاش لان انتم كنتم انخرطوا كنتم من الناس اللي كيتم الحقيقه كتساهمتوا، ولازم يحتسب لكم هاد النتائج، لان لولا المساهمه ديالكم والانخراط الكلي في الاحتواء ديال الوباء ان كلكم الجل ديالكم اعطى الفنادق ديالو المشاركه والتكفل المرضى اللي كانوا مصابين. فإذا شفنا هذه النتائج اليوم عرف بان كان واحد التضامن كلي اللي ما عمره سبق شهدوا البلد ديالنا، اليوم كنشهدوا فلازم نتمنوا. اذا اليوم اذا تلاقينا اليوم باش نزيدوا نتمنوا هذه النتائج على غرار ما وقع في القطاعات الاخرى، وصل ان خاصنا نحاولوا ننشطوا القطاع السياحي. وزاره الصحه كتعهد امامكم بان غادي تواكب معكم هذا النشاط هذا السياحي، كيف بدينا في الاول بالرصد وكشف المرضى اللي هما مصابين باش ما يدخلوش القطاعات الصناعيه، فذلك غادي نمشيو حتى في القطاع ديال السياحه، لان شنو المرغوب في هذا الشيء هذا؟ خاصنا الناس اللي غادي يجيو وغادي يدوزوا العطل ديالهم في هاد الفنادق ديالكم خاصهم يدوزوها بواحد في امان وبشروط ديال السلامه الصحيه، كما جاء على لسان السيد وزير الداخليه وعطى التفصيل، لان كان جاء داك الشيء اجراءات في التخفيف ديال الحجر الصحي، وعلى لسان السيدة وزيرة ديال السياحة اللي كانوا مواكبين ولاو حافظين الإجراءات أكثر مني، واخا وزارة الصحة كلشي ولا كيفهم في الصحة الحمد لله. فبالتالي الشروط ديال السلامة الصحية ما كتقتضيش على فقط الشروط ديال النظافة اللي كاين في الفنادق، ولكن حتى السلوك ديال الناس اللي غادي يجيو الزبناء كيفاش يمكننا نحاولوا تكون واحد الإحساس واحد التحسيس على الشروط ديال النظافه. فبالتالي حنا مستعدين نديروا المواكبه معكم، كذلك اللجان المحليه ديال الصحه او الجهويه هي مستعده كذلك تكون 24 ساعه كتجاوب باش الناس المقيمين اللي غيكونوا تما لو ظهر شي حاله او شي حاله تكون واحد الاحتواء ديالها بسرعه جيده. كذلك كاين واحد التساؤلات ربما غادي تحطوا لي بعض الاسئله، لان كاين الناس اللي غادي يبغيو يحطوا سؤال على كيفاش نستعملوا لاكليماتيزاسيون واش نديروا لاكتيران نديروا لاكليماتيزاسيون، حنا مستعدين باش نجاوبوا كذلك وكيفاش نتاقلموا مع هذه الاسئله هذه وكيفاش نتجاوبوا معها. اذا لازم باش نقول لكم ان وزاره الصحه مستعده باش تواكب هذه العمليه باش كيف بدينا مزيان في الاول نساليو كذلك مزيان ونوفروا جميع الشروط ديال السلامه الصحيه، ولازم نتمنوا هذه النتائج لان الحاله الوبائيه في اليوم في بلاد ديالنا هي مستقره خاصها تبقى مستقره بهذه الاجراءات هذه اللي احترمناها والتزمنا كذلك. الانشطه السياحيه والموسم السياحي الصيفي قمنا اليوم بواحد اجتماع موسع مع وزارة الداخلية والولاد ووزارة الصحة ومهنيين ديال قطاع السياحة باش نذكروا ونأكدوا بأن جميع الفاعلين في القطاع مع تنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة كيطبقوا يوميا وفعليا الإجراءات الوقائية والصحية، لأن
هاد إعادة النشاط السياحي خاصو يتم فواحد الجو ديال الأمانة والصحة، لأن صحة الزبناء، صحة المواطنين، صحة المستخدمين في هاد الظرفية الصعبة هي من الأولويات ديالنا طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. فالوزارة هيئة واحد الدليل شاركوا فيه المهنيين كيطبقوه، ولكن خاصنا نتأكدوا عبر واحد زيارات ميدانية في جميع الوجهات السياحية بأنهم فعليا كيحرصوا على أن جميع الإجراءات مطبقة في جميع المرافق في المؤسسات السياحية، فنادق، مطاعم وغيرها. وشكرا. فالمقاولات ديال المؤسسات السياحية استفدوا كذلك من ذاك الدعم اللي جا مع صندوق كوفيد، وكان ممثل في لجنة اليقظة الاقتصادية، فليمكن لكل واحد مؤشر واحد 70% ديال المشغلين المصرح بهم في الصندوق الضمان الاجتماعي استفدوا من هذا الدعم في الثلاث الأشهر، وكذلك مجموعة من المؤسسات استفدت كذلك من القروض البنكية اللي مضمونة من طرف لا سي سي جي خلال هذه الفترة. فيما يخص خطة إقلاع أو مساعدة هذا القطاع في الأشهر المقبلة، فكما كتعرفوا جا واحد القانون المالي المعدل اللي هو اليوم كيتناقش في البرلمان، وكما ذكر السيد وزير المالية ملي دار التقديم ديالو ديال هذا، فاليوم غادي نطرق. كان عندنا في المرحلة الأولى إجراءات أفقية لأن جميع القطاعات ما كانش كتشتغل، واليوم غادي يكون عندنا إجراءات مخصصة قطاع بقطاع. اللي بغيت نقول لكم حنا هاد المناقشة ما غتبتدأش اليوم، كاين ممثلين ديال المهن ديالكم كنشتغلوا معاهم منذ شهر مارس، وإن شاء الله ندير واحد لو كونترا بروغرام مع القطاع ديالكم باش نلقاو واحد الحلول باش نساعدوا هذا القطاع. كاين واحد اللي بغيت نذكر، كاين واحد لي لوسون اللي تعلمنا من هاد لا كريز، فعرفنا هاد القطاع مهيكل ولكن الحكامه ديالو خاصنا نشتغل عليها. عندنا واحد المشكل مع لا سيزوناليتي، بزاف المشاكل، فان شاء الله غنحاولوا في هاد لو كونترا بروغرام بالتشارك مع وزاره الماليه ومع لو سي بي او بعد النقاش ديال هاد القانون باش نجيو واحد الحلول بكل مسؤوليه، غيكون دي رول دي دوفوار دي هذا من الطرفين. بغيت يمكن غير نشير لهذاك لو لابيل ولو بروتوكول سانيتير اللي تكلمتوا عليه السيدي. فابتداء من الاسبوع المقبل راه غادي تشوفوا بان هذا البروتوكول وجدناه مع لا سوسيتي فيريتاس. اشنو كان الهدف ديالنا؟ باش نبداو بواحد الدليل اللي باش تشتغلوا ابتداء من هذا شهر يوليوز هو اللي كنعتمدوا عليه اليوم، ولكن لامبيسيون ديالنا هي نمشيو بوكو بلو لوا باش يكون عندنا واحد ليماج دو مارك سور لا سيكوريتي دو بيي. فغنشتغلوا مع فيريتاس، الوزاره لقات واحد الحل باش ان شاء الله يكون مطروح عليكم ان بلاتفورم ديجيتال بوغ فيغ ان اوتو اوديت، وغادي نساعدوا جميع الفنادق ولا المؤسسات اللي غادي يحتاجوا لواحد الدعم. الهدف ديالنا يكون عندنا ان شاء الله واحد لابيل كوليكتيف بوغ نوتر بيي اي اوتيل باغ اوتيل. فابتداء من الاسبوع المقبل غادي نقوموا بواحد الحمله تحسيسيه باش نفسروا لكم واش غادي يجي في هذا الدليل. شكرا. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.